صباح الخير عليكم في إذاعة الشمس. رانا معكم اليوم نتحدث على موضوع بزاف تألمنا منه بزاف، حتى رغم أننا تقريبا ما نعرفوش هذوك الناس اللي صرا لهم، بصح بما أننا جزائريين وبما أنهم هما كذلك جزائريين بطبيعة الحال رانا نتألموا. الموضوع راهو يعني ربما بالعاني صرات في شهر نوفمبر وديسمبر، لأن شهر نوفمبر وديسمبر هما شهر رموز بالنسبة للشعب الجزائري. شهر نوفمبر هو أول نوفمبر اندلعت فيه الثورة التحريرية، هو رمز بالنسبة للجزائريين على هذيك اللي يعني داروها بالعاني باش نقتلوا أكبر عدد ممكن من الشباب الجزائري اللي يعتبر قوة الجزائر في شبابها، يعتبر قوة. هذاك هو اللي يعني ضربوا الجزائر في الصميم تاعها في شهر رمز، وشهر ديسمبر كذلك لنحتفل به في بمناسبة 11 ديسمبر 1960 اللي كانت فيها مظاهرة 11 ديسمبر اللي سقطوا فيها بزاف الشهداء. راهو معايا اليوم ضيف كبير وكبير بزاف دكتور، يعني راني محظوظة اني موجودة معاه، هو الدكتور احمد قوريا. سيد احمد قوريا مرحبا بك معنا في إذاعة الشمس. ربي يحفظك وصباح الخير ليك وصباح الخير لكل المستمعين الكرام وصباح الخير كل من يحب هذه القناة، هذه القناة الناقدة لهموم الإنسان، الناقدة لهموم المجتمع، الموجهة أيضا للشباب إن شاء الله مستقبلا، اللي تكون على الأقل تعطي أفكار للشباب حتى يفيد نفسه بنفسه ويفيد عائلته أيضا إن شاء الله. إحنا نقعد إن شاء الله دائما في خدمة الشباب وفي خدمة الجزائر. الموضوع تاعنا تاع اليوم أستاذ دكتور موضوع الحراقة للبارح، جابوا زوج من هذوك اللي توفى وجابوهم في مطار هواريب ومدين، وكانت لقطات مؤثرة جدا بزاف، شفناهم كيفاش هكذا شباب كبير بصحته هكذا راحوا كانوا قاعدين مع عائلتهم لبس عليهم بصحتهم بقرايتهم بخدمتهم، حتى لكان ما يخدموش حتى لكان ماشي قارين حتى لكان المهم كانوا موجودين مع العائلة تاعهم. البارح للأسف جابوا زوج منهم في صناديق في ساشيات مغلوق عليهم، شفنا الوالدين تاعهم كيفاش كان ما كانوش دموع، كانوا دم كان تحبط تحرق وجوههم. الأولياء تاعهم اللي راحوا استقبلوهم في المطار في هكذاك في صندوق مغلف في ساشي ميتين جثة، ما قدروش مين با يشوفوهم لأنهم كانوا مشوين، لقاوهم في البحر منذ أسبوع. تفضل أستاذ، واش تقدر تقولنا في هذا الموضوع تاع الحرقة؟ هو أولا نترحم على كل جزائري، كل حراق، كل من قاسته يعني مشكلة معينة في ودت به للوفاة، ربي يرحمهم ويوسع عليهم، هم أولادنا ولازم نفكروا فيهم ولازم على الأقل يعني نترحموا عليهم في هذا اليوم. هذا اليوم اللي يصادف يعني البارح صادف 10 ديسمبر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي كان يتصادف أيضا دخول المستعمر لفلسطين، يعني مفارقة عجيبة منا نقولوا إعلان عالمي لحقوق الإنسان من طرف الغرب، ومن جهة أخرى يروحوا ينتهكوا حقوق فلسطينيين في نفس اليوم في 10 ديسمبر 1967. في نفس يعني ذكرى مزدوجة اليوم ترحموا على الشهداء اللي جابونا الاستقلال، نتنعموا به ونترحموا على كل من سبل نفسه خدمة للوطن وللدين الإسلامي. هؤلاء الناس اللي لهم فضل بعد الله تعالى، لهم فضل في الاستقلال والنعيم اللي نعيشوا فيه اليوم في الجزائر الحمد لله. لكن الشباب تاعنا ربما ما عاشوش هذيك الفترة، ما عشناهاش هذيك الفترة، لكن قريناها وتلاقينا مع ناس عملوا الثورة على هذيك الشباب تاعنا اللي راهم يرموا روحهم في البحر. أستاذ أنت بما أنك طبيب في الدكتور في علم النفس، يعني كيفاش تشرح لنا تفكير ولا الشخصية تاع هذوك الشباب اللي قاعدين مع عائلتهم ياكلوا يشربوا يرقدوا يخدموا يلبسوا يحتفلوا يضحكوا يعرسوا كل حاجة عندهم، لكن يروحوا يرموا روحهم في البحر رغم أنها سبق لهم متأكدة بلي العديد والكثير وأغلبهم وكلهم شافوا هذوك اللقطات تاع الأمهات اللي في التلفزيون يبكيوا، تاع الآباء تاع الجيران تاع الناس تاع الحباب اللي يبكيوا على هذوك اللي راحوا سواء تفقدوا
سواء ماتوا سواء ما صابوهمش سواء راهم في الحبس سواء كيفاش نقدروا نشرحوا شخصيات هاد الاشخاص. هو اولا على بالك ظاهره الحراقه هي ظاهره دخيله في المجتمع الجزائري، ظاهره اللي ما كناش نعيشوها من قبل، ظاهره هذه ظهرت وربما فيها اصطناعيه اجتماعية أكثر ما هي ظاهرة انبثاقية من فكر وعمق للشاب الجزائري، لأنه الآن كما قلت دائما ونقولها دائما أنه هؤلاء اللي حرقوا هم اللي عندهم شخصية انسيابية أو انسياقية تبعية، هو يسمع واحد حرق ونجح، واحد كما نقول واحد في ألف ونجح يروح يديها كنموذج إيجابي، ما على بالوش باللي 1% كاين الاف ماتوا. نعم الف ولا 100 مثلا نقولوا برك على حساب 1% على بالو باللي 100 اللي ما نجحوش نجح واحد، يعني تجربه فاشله صح. ولكن احنا نتحدثوا على واحد اللي نجح ونساو 100 اللي ماتوا، وبالتالي هل الشخصيه السياقيه التبعيه هي اللي تخلي الانسان يتبع بدون تفكير وبدون تفكير العميق، لانه لو كان انا ما نظنش الشباب الجزائري لو كان يفكر مليح 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 يعني يفكر ويعاود التفكير يقول لك لما نهاجر في احتمالات عديده، من بينها ربما نغرق في البحر، من بينها يكون القرش، من بينها مثلا حتى يعني ربما مفقود، وربما لما يوصل ينجح قال نجح مشى 50 ساعة مثلا في الباخرة ونجح ووصل الضريفة الأخرى ولا لإيطاليا، لما يوصل تما يلقى روحه من يستناه باش يديه للسجن، ولما يستناوه راه ما يعتبروش مواطن بحقوقه راه ينتزع منه كرامته راه يعني يعامل كانه غريب يعني حيوان اكثر من حيوان. شفنا يعني بعض الحالات لازم تكون عندنا جرأة نتكلموا واش كاين يعني في الضفة الاخرى، احيانا ربما يحقنوهم بحقن تاع السيده، احيانا يديروا كفئران تجارب نعم، واحيانا ما عندهمش صفه تاع انسان، ما عندهمش حق تاع انسان، يعني تسلخ منهم تلك الصفه تاع المواطن الصالح ومواطن بالقانون أو مواطنة العالمية، ولكن يرجعوا كأنه يمكن يعني نأخذ منه أشياء كثيرة مثلا أعضاء في الجسم. البعض لماذا ما نتكلموش على هذه الصلاة؟ نعم يعني يضربونهم حقن تاع السيدة، هذه صلاة وعندي حالات، وكاين اللي نحاولوا الأعضاء تاع الجسم نحاولوا الكليتين العينين نحاولوا القلب نحاولوا كذا ويتاجروا ويدخلوا في تجارة العباد أموال طائلة، يعني باش يجيبوا أموال طائلة، لأنه البشر هادو ما عندهمش الحماية القانونية، ما راحوش بطرق شرعية اللي تحميهم بلادهم، بالتالي استعملوهم بهذه الطريقة وين يوصلوا يتاجروا بهم، لما يحكموا الحراك تما يروحوا أجزاء ويستعملوه كما يبغوا، وما كاش اللي يدافع عليه لأنه ما كاش يحاسبهم لأنه هو راه فقد المواطنة تاعو وفقد يعني الحق تاعو كي راح بغير شرعية، نقولوا هجرة غير شرعية. وكاين أيضا حالات وين مثلا الفتيات وأكثر الفتيات يدخلوا في عبودية جديدة، استعباد جديد، يرجعوا مثلا فتيات يعني اللي تحرق توصل تما، هذا كي تنجح كيما ياكلهاش القرش ولا ما تكونش مفقودين وما تكونش يعني غارقة في البحر راح تدخل في استعباد وتباع في سوق النخاسة. وانا شفت يعني عندي حالة ايضا سبق لك تلاقيت بناس نعم هادو نعم تبعت الموضوع هذا بدقة وماشي من اليوم، يعني من ظهور هذه كنت نحوس عليه الحراق الجزائري علاش يحرق رغم انه راهي عنده شروط المعيشه في بلاده، وقلت انا علاه يحرق وتبعت، وكل ما نسمع وين كان حرق وين كان ظلم. كان حاله ايضا تكلموا لي بعض الحراقين عليها وين واحد ما في السجن في الطليان ضربوه لداخل السجن، يعني الشرطه ضربوه يعني كانوا يديروا يداولوا عليه وقتاش يعني ضربوه ضرب مبرح يعني نحاولوا الكرامه تاعو حتى الممات، وصارت قضيه كبيره وجابوه هنا للجزائر وما نعرفوا كان مشاهدين المستمعين يشفوا عليه، ولكن ويعني حتى البنات لما يوصلوا ليك باعوهم في سوق النخاسة، وشكون اللي باعهم؟ وصلت حتى في الطاليان تما، ووصلت حتى يعني انباعت حتى للسعوديين، والسعوديين تعرفي يعني كيف يعني صح. عندهم باع كبير في هذه الامور، ولهذا نقول انه حرت على الشباب عنده شروط المعيشه هنا، وانا نخاطب الشباب علاش تحرقوا الاكباد تاع امهاتكم؟ علاش تحرقوا يعني القلوب تاع ابائكم؟ راكم تعيشوا كما يعيشوا الناس. انت تتصور ايها الشاب لما توصل لطاليا راح تلقى الجنه،
راح تلقى مني يعطيك المال هكذا يعني اللي سود عيونك او ربما يعطيك الكنز. انت تلاقيت مع ناس حراقه هادو راحوا حراقه، كي طرحت لهم السؤال قلت لهم علاش تحرقوا، ولا اكيد قلت لهم اسكو ما تخافوش ما فكرتوش في والديكم، واش كانت الجواب تاعهم؟ لا انا تقيتهم على اساس انه كنت نتبع في الدراسات النفسيه علاه الحراق يحرق. ايه جوستمون وين وصلت؟ واش قالوا لك؟ كيفاش كانت الاجوبه تاعهم؟ انه الناس اللي كنت نتعامل اللي تعاملت معاهم وخديتهم يعني بكل ثقه وبكل عكايين وبثقه وقلت انه سريتكم ما تخرجش يعني بالاسماوات ولا السن، لقيتهم كلهم لم يفكروا تفكير عميق، كانت عندهم شخصيه سلبيه او شخصيه انسياقيه تبعيه. قالنا نتبعوا، شافوا مثلا وكانوا هنا في المجتمع الجزائري كانوا يتميزوا بهذا الحدث، مثلا يشوفوا لاشان في اي دكان يروح يدير لاشان ما على باليش واش راهم يبيعوا، حتى واش راهم يبيعوا واش كذا يقول لك ندير لاشان كما راهم يديروا. يعني كان تبعيه، كان انسياقيه، كان انسيابية شخصية سلبية للموقف معين. وهذا الناس ما يفكروش، وهذا اللي قلت عليه نقول دايما عليه، عشناه ثلاث مرات، عشناه مرة في فترة الإرهاب وين كان السياسيين الدمويين هذاك الوقت نشروا أفكار كبيرة ويخلقوا موقف تاع الإرهاب، وتلقى مساكن هذوك اللي يعبدوا ربي من الجامعة للدار وإنسان خاطئ وكذا ولو تأثروا عليهم ولو ينساقوا مر ذلك الموقف. كان عدد كبير من الجزائريين راحوا أكثر من 200,000 راحوا ضحية، واللي راحوا في الجبل واللي راهم ديسباغوا اللي ماليهم للآن مازالوا يحوسوا عليهم هذا. هؤلاء عندهم شخصية سلبية انسياقية، يعني يتبع برك ما يقدرش يفكر يقول لك لا أنا ما نمشيش مع هذه، أو تكون عنده سمات القيادة الشخصية تاعه. يقدر نوصل لضعف الشخصية أكثر من الضعف، الضعف الشخصية هو يضعف في موقف ويتقوى على موقف، يكون قوي على مثلا على زوجته يبين لها بلي راه راجل وكذا، لما يخرج لبرا قدام الرجال يولي كيما نقولوا احنا جاجة كيما يقولوا يعني في المثل. هذه شخصية يعني مرضية وسلبية، ولكن شخصية انسياقية أكثر من هذا. شخصية انسياقية ما يفكرش، وأحيانا بعض الزوجات يعرفوا رجال كثير لأنه المرأة هي قمر صناعي، تقرا زوجها وتقرا الرجال وتقرا اولادها، لما تتعامل معاه باش يقول لا يقول غير ايه، ما يعرفش احيانا منين تجي. نعم احيانا بعض الزوجات يغيروا هذه الشخصيه، تقول له دائما تقول لا قول خطره، قول يعني دائما تقول ايه قول خطره لا كون بين اللي راك راجل بين كذا، يعني راه يتعالج فيه نفسيا وهي تعيش معاه. عشناها مره ثانيه، لان المره الاولى هذه في الارهاب، مرة ثانية ومازال نعيشوها في العنف في الملاعب. أحيانا نشوفوا مثلا سلطات تتكلم عن العنف في الملاعب وكذا وكذا وكذا، وهي هي ماهيش قضية كما هم يتصوروها هما. أنا نخاطب يعني السلطات في هذا الشأن نقول ماهيش يعني مشكل العنف في الملاعب براش هكذا كبرك، براش يكسر برك. عندنا الطبقة يعني الفطرة تاع المراهقة عندهم يعني الكثير اللي عندهم شخصيه انسياقيه تبعيه، واش هي؟ برك يشوفوا الاخر يكسرنا، يشوف واحد يوسفي حتى لا كان باش الفريق، حتى لا كان الفريق تاعو ربح يكسر، وهذاك يكسر ماشي الفريق تاعو يروح يكسر معاه، يروح يكسر لانه علاه؟ لانه هو شخصيه انسياقيه هي كان هذا ترونكيل عاقل عنده واحد السمات والصفات يعني هنيني ونهنيك، ولكن لما يشوف واحد يحرك له الشخصيه تاعو، واحد قدامه يروح يكسر طوموبيل هو يزيد يكسر، والاخر اللي يجي يشوف اللي زاد كسر يزيد يكسر، يعني ينساقوا حول الحدث. صح. وتلقى العنف في الملاعب يعني كثر يكثر ويكسروا ويخسروا، مثلا تلقى مثلا ولا كان مليون في المتفرجين او الجمهور تلقى اكثر من 600 ولا 700 واحد عندهم تبعيه وعندهم شخصيه سلبيه او شخصيه انسياقيه سلبيه، ويتبعوا ويكسروا ويهدموا. تلقى مثلا 400 واحد يقول لك علاه يكسر وعلى كذا راه معارض، ولكن ما يقدرش يدخل. دي فوا كي يحكموهم الشرطه يقول لهم علاش كنت تكسر، ولا كي يحكموهم يبداو يبكوا ويبداو يخافوا ما على بالهمش واش كانوا يديروا، ما على بالهمش واش كانوا يديروا. ايه هذه حاله نفسيه اللي نوع لها حاله هستيريه، وين يلقى مثلا ما يحكموه الشرطه يقولوا له علاش كسرت وكذا، يقول له والله ما كسرت وانا كنت اتبع فلان وكذا وهما كنا في شله، يعني كل الذنوب اللي اقترفها هو في التكسار وكذا يعطيها للاخرين، لانه علاه كانه لازم يمشي في هذا الجنسيه. نفس المرحله الثالثه
وهي الحرقة، ظاهرة الحرقة. عندهم شخصية انسياقية تبعية. واحد ما يفكر يقول لك طيب 1% ينجح، ما ليش عينا نجحة، لازم يكونوا على الأقل 70-80% باش نقولوا التجربة ناجحة. وبالتالي هما يشوفوا غير النجاح، وما يشوفوش هذو كلهم يموتوا، ما يشوفوش هذو كلهم يأكلهم الحوت، ما يشوفوش المفقودين، ما يشوفوش المسجونين، ما يشوفوش هذو كلهم تنزع منهم كرامتهم بعد ما خلقهم ربي يعني بالكرامة وبالقيمتهم بقدرهم، ما يشوفوش الكبدة تاع الكبدة تاع اليمة تاعهم يماهم، ولكن رئيسنا فيه عود ولا لا لا راهي يحرق لها الكبدة تاعها، هي راهي ولدته وربات عليه وضعف يعني كبراته وضيعت اكثر حياتها من اجله، وهو يجي في الاخر كامل العائله مش نعم كامل العائله كثر الام كثر لهذا الأم. لا للام، لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سالوا العربي قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، يعني ثلث اجزاء الام يحرق لها الكبده تاعها، وهي تقول لها وليدي ولا راجل يخدم عليا وكذا، هو يروح يرجع لها الجميل السيء، وهذا كاع من شخصية الانسياقية تبعية اللي تخلي الشاب ما يفكرش، تخلي الشاب دائما راهي يصدم برك ما يفكرش. سيد ربما انا في كل مره نقول سيغ جيتي فريمون سيغ، نقول بلي هادوما سي با دي عباد عاديين، هما بالك سي دي دروغي يديروا حاجه ما على بالهمش بها، باسكو كي يكون انسان عقله في راسه مستحيل انه يروح يرمي روحه في البحر هكذاك، ما كي شغل ما تجيكش في راسك بلي كاين شاب عاقل يخمم هكذا، يخمم كي العباد ويروح يرمي روحه في البحر. انا قلت سير يكونوا سي دي جون دروغي اللي ما راهمش عارفين، باسكو لو دروغي ما على بالوش واش راهو يدير، سي دي جون دروغي روحوا البحر ما على بالهمش واش راهو يدير. هو لازم نفهموا بلي احيانا الاسره يكون فيها مرض، المجتمع يكون فيه مرض، الدوله تكون فيها مرض، ولكن اليوم المرض اللي عندنا كثير راه في الأسرة، الأم ولا ما تربيش كما ينبغي، ما تفهمش وليدها، ولا راه في استقلالية تامة، وليدها يروح يخرج صباح حتى العشية ما تسقسيش. ولك المهم تهنى منه. نعم. حتى الصغار اللي يكونوا في الدار كاين اللي يعطيهم تليفون، لا يعطيهم تليفون يقول لك أنت تليفون وهذا خطر، هي راهي تخسر في وليدها بالطريقة هذه، الأب تاني ما يحوس على ولادها، الأسرة ولات ما تهتمش بولادها، يعني تهتم مستقلة. الراجل يهتم بالزواج، تمرت تلك النزوة. في الإنجاب وبعد الإنجاب ما يفكروش في المنتوج اللي داروه، لأنه الأسرة الاستثمار الحقيقي أنك تربي، ولهذا قال عمر بن الخطاب ربوا أبناءكم لقد خلقوا لجيل غير جيلكم، يعني أنت تربيه على الجيل اللي هو جاي، لو كان رباو الأسر رباو ولادهم كما ينبغي الحرقة ما تكونش اليوم، ما تكونش الحرقة، لأنه كي نربي أنا وليدي نحب وليدي مليح نربيه بالقساوة وبالحنية، نربيه بالعاطفة ونربيه بالعقل ونخليه دائما يفكر، ونفهمه باللي كي يجي يدير عمل شوف هذاك العمل هل يرضي، هل العمل يرضي الله، هل يجعلك ناجح، هل يجعلك ايجابي في المجتمع، هل يفيد العائله، نعم هل يفيد العائله. ولكن المشكل عندنا مرض اولا في الاسره، ثانيا عندنا مرض في المجتمع، المجتمع الجزائري اليوم عنده كاين نص كبير من المجتمع مريض، يعني انا درت دراسات الاخرى فيها قلت 75% وين من الجزائريين فقدوا اخلاقهم وفقدوا ايضا شخصيتهم، ولو اكتسبوا شخصيه 75%. نعم يعني هذه دراسه اللي درتها في المجتمع الجزائري. دقيقه برك، تحيه خاصه للمخرج تاعنا حميتشا، ونقول لك الا كاش ما عندك مكالمات ولا نستقبلوهم، تفضل استاذ. قلت 75% كبير، عدد كبير، وهذا وين يترجم؟ يترجم في المجتمع، المجتمع اليوم لو كان مثلا نحن عايشين سلبية في المجتمع. نعم عندنا سلبية كبيرة، اليوم مثلا الناس يجي واحد مثلا يكون في السلطة يقول لك هذا ماشي مليح، كلهم يقولوا ماشي مليح. كلش ماشي مليح. يقول لك ماشي مليح. الجزائر تاعنا الجزائر الشابة بطبيعتها بمواطنها يقول لك لا ماشي مليح، لأنه علاه فيها تبعية، هل واحد فكر ماشي مليحة، القياديين ماشي مليح، السبور ماشي مليح، حتى الأساتذة اللي عاد يقرونا عاد يقولوا عليهم ماشي مليح. يقولوا ماشي مليح. يقول لك المدرسة ماشي مليحة، الجامعة ماشي مليحة، هذه تعتبر ماشي مليح. نعم كل حاجة علاه يقولها واحد، يسوف يقولها واحد يتبعوه ألف، والألف هذوك يتبعوه ألف، والألف يوصل حتى العشرين مليون. نتصور أنت يا مثلا نقول بلي احنا مجتمع سلبي، ما نقولوش مجتمع سلبي كلي، لأنه فيه الناس طيبين الناس الناجحين وخيرة الرجال وخيرة النساء، كيما رانا ندافعوا احنا عن المواضيع هذه، يعني فيه خيرين في المجتمع،
لو كان ماشي الخيرين هادو، لو كان رحنا كاع، لانه علاه عندنا منطق سائد اليوم في المجتمع ينطبق على قول تاع قول رب العالمين، وين يقول ويخربون بيوتهم بايديهم. كاين البعض اللي يشوف مثلا حنا نعيشوا مليح، عندنا مشاكل مثل مشاكل موجوده في اوروبا، ومشاكل اللي موجوده في دول عربيه، ولكن القوه نعالجوا مشاكلنا، ماشي نروحوا نهدموا بيوتنا، نهدموا بلادنا، نهدموا نكسروا بلادنا. وهذه التبعيه الانسياقيه هي اللي تخلي دائما يخرج واحد انسياقي سلبي يجي وراه، يعني يأثر على الجماعة. يأثر على الجماعه، ولما يأثر على الجماعه ياخذ المجتمع. والمجتمع تاعنا اليوم تهضر معايا يقول لك هذه ماشي مليحه، كلش ماشي مليح، كل شيء ما كاش ما فيهش تفاهم. الدراري الصغار يقراوا سنه اولى في الابتدائي يقول لك يهضروا، انا سمعتهم يهضروا على الوزيره ويقول لك ماشي مليحه. تصوري انت، تصوري مثلا سنه اولى ابتدائي لما يهضر رئيس حزب او سياسي او استاذ او دكتور او واحد عنده باع مدرب او نعم يهضر على السلطه، انا نحييه نقول له حياك الله، لانه علاه ينتقد همومه باش يكون الاحسن. ولكن تصوري انت لما يهضروا في القهوه في المطبخ يهضروا يتكلموا على المستوى تاع وزير ولا مستوى تاع رئيس الجمهوريه، انت ما تفهمش ما تفقهش، ولكن فيه التبعيه من مجموعه، ومجموعه تاثر في مجموعه، ومجموعه الضاغطه تاثر في مجموعه الواسعه، ويولي غير السلبيه، ايحاءات سلبيه. الجزائر ماشي مليحه، باش نولوا للموضوع تاعنا تاع الهجره غير الشرعيه ولا الحراقه ولا نسموها كما نحبوا. استاذ، الشيء اللي فريمون يقتل تاع الصح يقتل، شفنا عائلات باكملها الاب والام وبيبي معاهم. معليش نستقبل مكالمه ونعاود نولي لهذا الموضوع تاع عائلات باكملها تروح تحرق، الاب والام ويدوا البيبي معاهم ويتصوروا وفرحانين يوروا في روحهم يعني باللي عم يديروا حاجه مليحه. نستقبل مدام ليندا راهي معنا. الو صباح الخير سيده ليندا. صباح الخير الاخت زاهده، وصباح الخير الاستاذ قرية. راه معايا استاذ قرية كيما راكي تشوفي دكتور في علم النفس. رانا نتحدث على موضوع الحرقه السيده ليندا، نهضروا على المجتمع الجزائري باكمله، نهضروا على اي حاجه. واش تقدري تقولي لنا على هذا الموضوع؟ لا الاخت زاهده، الظاهره هذه تاع الحرقه يعني احنا في العاده دائما نخليو شغل كي موسم ردينا شغل مواسم، كي تكون الحرقه بزاف نهضروا ومن بعد كي تنقص شويه نسكتوا. ردينا الحرقه هذه رغم انه ثقيل هذا الموضوع، صح وكانه موضوع موسمي، كي ترتفع النسبه نهضروا عليها، كي تنخفض النسبه نسكتوا عليها. يا وجدي ربي، انا جامي سجلت نسبه عاليه كما في نوفمبر ديسمبر تاع هذا العام. هذا العام راهي فقط ماشي فقط لحد المعقول، لانه ما كانش معقول في الحرقه هذه الاخت زاهده، راهي كارثه لدرجه انه ولاو الناس يمشيو برا. اليوم كنت نسمع في واحد زوج سيدات كانوا يحكيو، تسلل بعض الكلمات، سمعت يحكيو باللي بنت واحده من هاد زوج سيدات اي خايفه عليها تروح تحرق مع خطيبها. طفله راهي خايفه تروح تحرق، يمها راهي خايفه تروح تحرق. اي خايفه تروح تحرق، لانه خطيب بنتها هذا كلمو عنده 6 سنين وهما مخطوبين وما داروا حتى اجراء في هذه الخطوبه، ما كملوش هذا المشروع تاعهم تاع الزواج. هذا الخطيب خلاص راح يحرق، وخايفه بنتها تروح معاه. ما تقدر دير لها والو، ما تقدرش، تقدر بين عشيه وضحاها تحوس عليها ما تصيبهاش، يا تحبسها في الدار، ما الا كان حبستها في الدار تقدر تغافلها وتروح. الأخت زايدة كما هضرنا المرة اللي فاتت، هذا أخطر نوع تاع الإدمان، أنه الإنسان يتبنى فكرة خاطئة ويعيش باش يغذي هذه الفكرة ويسعى باش يجسدها. مدام ليندا، راهو يسمع فيك البروفيسور أحمد قرية الخبير في علم النفس والتنمية البشرية. زايدة اليوم اخترتي لنا الضيف المناسب في الحصة المناسبة، لأنه واحد ما يقدر يشرح لهذا الشباب ويفسر ويمد اقتراحات ويمد حلول الظاهرة أكثر من الأستاذ قرية اللي عرفناه دائما. أنا ما نسميكش مختص في علم النفس يا أستاذ، نسميك مناضل هكا في المجتمع هذا، لأنك دائما تهضر على هذه الظواهر ودائما تمد التوجيهات ودائما تمد الحلول. بصح نبقاو دائما للأسف اللي من تقرا زابوك يا داود. ربي يحفظك، ولكن على بالك ربي بعث 124 ألف نبي للمجتمعات المختلفة، وبعث أكثر من 300 رسول، وما عطاهم لا سلاح ولا إمكانيات ولا المال ولا كذا، ولكن عطاهم فكرة هو التوحيد بالله. حنا كنا نؤمن بالفكرة، إيماننا بالله، إيماننا بالجزائر، إيماننا بشبابنا، أنه لما نتكلموا معاه عاود يراجع نفسه، إيماننا بمحاربة هذا الظواهر.
ظاهرة المخدرات أو ظاهرة الحرقة، إيماننا نابع من رسالتنا، من قناعتنا، حتى يعني نفهم الآخر، لأنه اللي يعيش تجربة راه مدوخ ما يفكرش كما كنا نتكلموا أنا أخت زاهدة على شخصية الإنسيابية التبعية، هذا ما يفكرش، هذا يجمد فكره، يولي يشوف غير بالجشع أو بطمع في الطرف الآخر، ويتصور أنه بلاده ماشي بلاد جحيم، ويتصور بلاد الكفار راهي بلاد الجنة، وبالتالي عنده معتقدات وهذه أفكار سادية، تلقى يغمر يدي مرته يدي وليده يدي أخته ويروح في فلوكة اللي هو على باله بلي نتائجها ضعيفة، راح يموت في الطريق، راح يموت، مستحيل أنه يوصل للضفة الأخرى، وحتى وين يوصل راه يوصل وما يعيش بكرامته كيما راه هنايا. هنا حنا نقولوا بلي هذا الشباب ما راهش يفكر كما ينبغي، راه مريض بالتبعية النفسية، وهذا مطالب كل أئمة، كل علماء النفس، كل علماء الاجتماع تدخل مباشرة ليديروا مثلا ندوات والتحسيس توعية الشباب. حتى الأولياء حتى لازم يدخلوا. نعم، حتى الأولياء هما يعني قاعدة أساسية، واش كنا نتكلموا مقبل، هما اللي يخبروا أولادهم أنه يا وليدي ما تكونش طمع بزاف، أنه ما تخليش النفس الجشاعة، التربية التالية. نعم، ما تخليش النفس الجشاعة تخليك ترغب الآخر أكثر من نفسك. أحيانا نحبوا حوايج، يكونوا عندنا حوايج نحتقروها وننفخروا حوايج اللي عند الناس اخرين، هذا مرض، هذا مرض نفسي. وحتى ربي يقول في القول تاعو، ربي يقول في القول تاعو لما نعطيو النعمه للاخر ما لازمش تحسدها ولا ترغب فيها، لانه رزقناه احنا، يعني الله يرزق الانسان. لهذا الطمع والجشع ايضا زاد من تفاقم هذه الظاهره، وزيد الشخصيه الانسيابيه، وزيد بعض العملاء يعني ايادي الخفيه في المجتمع لقوا طريقه لتهجير هذا الشباب. انا نقول باللي اليوم انا نعيش حرب خفيه، حرب خفيه وين يديروا افراغ للجزائر من شبابها، ويدوهم لهيك، واهانه الجزائر واهانه الشباب. اليوم على بالك الشباب الجزائري ولك عمله نادره او عمله يعني ظاهره في الهجره وهروب من الوطن تاعو. راك تشوفي في العراق، راك تشوفي في ليبيا، راك تشوفي هذوك يهاجروا، هذوك عندهم حق لانه راهي حرب، ولكن لما نعم هذوك عندهم الحق، هذوك عندهم حق وطريقه سليمه وشخصيه سليمه، لانه هارب من الحرب باش يعيش. ولكن حنا ومين يهرب؟ الجزائر راهي جنه، الجزائر لازم تكون عندك قناعه من الله، تكون تحب والديك، وتكون تحب تخدم يعني في بلادك، وتشمر على يديك وسواعدك، وثبت نفسك في مجتمع تاعك. ما كاش، ما الحياه لا تهدي ورود، الحياه لا تهدي الهدايا، بالتالي المفروض انه اللي يفشل كما ذكرت انت وراكي مشكوره على الخطيب والخطيبه، الفاشل هنا راح يكون فاشل اكثر لهيك، الفاشل اللي ما قدرش يخدم هنا وما قدرش يكون اسره راح ما راحش يكون ناجح ليك، لانه هنا عنده قاعده صلبه، عنده بابه، عنده يمه، عنده جيرانه، عنده احبابه، عنده اللي يعاونوه، عنده محسنين، عنده الجزائريين اللي تفوا معاه، عنده الناس اللي يشجعوه، ربما يحوس الخدمه يلقى يصنع النجاح هنا ويثبت ذاته، بالعدم يولي ناجح. ولكن لما نشوفه يروح ليك، واش تصور انت راح يكون ناجح؟ راح يدخل في تجربه اخرى، تجربه تاع سلب الكرامه، تجربه تاع اسقاط انسانيته، يرجع لمستوى الحيوان، او تجربه تاع مسجون، بالتالي ما راحش يجيب النجاح، يجيب متاعب اخرى ويجيب مساوئ اخرى، وبالتالي ما حلش المشكله تاعه. المشكله تاعك ايها الشاب، يا اخي الشاب الجزائري، مشكلتك انت هنا اخدم اكثر، توكل على ربي، استدعي عوامل الايمان في قلبك وتوكل على الله، هذا هو المفتاح اللي اعطاه ربي لكل الانبياء، لكل اكثر من 124 الف نبي، توكل على الله وحاول تخدم باش توصل للنجاح. مدام ليندا راكي معنا؟ انا معكم الاخت زهيده. استاذ، احنا يعني الطموح هذا حق مشروع لاي انسان، والحلم حق مشروع، بصح الحلم هذا عنده مقاييس وعنده قاعده واسس ينطلق منهم الانسان. احنا تصيب شاب يا استاذ، تصيبوا مراهق مازال ما لحقش كما نقولها لدرجه انه اصبح شابا يافعا، تصيبوا راه مازال في مرحله الطفوله 14 15 سنه، تصيب الحلم تاعو كبير بزاف، حاب يخدم في منصب عالي، وحب يسكن في شقه فاخره، وحب يسكن عنده سياره فارهه، وهو مازال صغير يا استاذ، مازال صغير، والدراري صغار دوكا يهضروا على، يقول لك نروح نعيش في ليترونجي، نروح ما نقعدش في هذا البلاد، صغار عندهم 10 سنين 12 سنه، يقول لك نروح نعيش في ليترونجي وما بقاتش معيشه هنايا، تحير.
انا شوف ربما كامل المجتمع الجزائري راح يختلف معي في هذه النقطه، بصح انا راح نهضرها يا استاذ ونامن بها ومعتقده بها 1000%. شوف استاذ، الحرقه هذه السبب تاعها الاول والاخير ما شو ما يقولوا لي الظروف الاجتماعيه، لا والو، الاهل والاسره، الانسان ابن بيئته. يا اخي هذه القاعده متعرف عليها يا استاذ؟ ايه موجوده. الانسان ابن بيئته. درك اذا احنا تربينا في عائله ربتنا على القناعه وراتنا الحلال من الحرام وكانت المنظومه الايمانيه تاعنا قويه، اصلا الفكره كفكره انا علاش نكون عايشه بين خوتي المسلمين حتى نروح ننتقل لبلاد الكفره ولا الملحدين ولا صح صحيح. ولا لا استاذ؟ لا صحيح. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه يقول لك ما كان والو في الجزائر بكل العيوب تاعها، صدق القول تاع الشاعر، بلادي وان جارت علي عزيزه واهلي وان ضنوا علي كرامه. الاهل تاعنا هادو خاوتنا، يكفي برك نشوفوا في الحصص التلفزيونيه كي يديروا نداء، الانسان يحتاج 4 ملاير 5 ملاير 6 ملاير باش يدير عمليه بعد 24 ساعه نطملوا. احنا ماناش ندعيو في الناس باش يعتمدوا على هذه الطريقه، بصح يا استاذ كاين حلول، لانه الجرح الجرح قبل ما نستأصلوه نستعملوا كل الطرق، نستعملوا المضمضات، نستعملوا الادويه، وبعد نروحوا لاخر حاجه. احنا هنا ما يستعملوش، يحبوا الحلول السحريه، احنا ديغاش يحبوا يحب بين في 24 ساعه يقول لي عايش مليح. نحمل المجتمع استاذ، علاش نحمل المجتمع؟ احنا بكري كنا ننجحوا نجيبوا في الابتدائي والمتوسط والجامعه ونتخرجوا من الجامعه، اكبر هديه نوصلوا ليها انهم يشريوا لك ساعه يدويه، يشريوا لك حقيبه، يسمحوا لك باش تروح تزور الجده تاعك، ولا هذه هي اكبر هديه. احنا راهم اطفال يا استاذ، طفل في سنه 5 ابتدائي يشريوا له تليفون تاع 20 مليون، كيفاش تحب هذا الانسان ما يفسدش؟ انا هذاك اللي ما يولي ما يقتنعش بحاجه، لازم نعم بحاجه كبيره باش تقنعه، ما يقتنعش بحاجه بسيطه. هنايا لابد فيه تغيير نسق نفسي اجتماعي. زمان مثلا الوالدين كي ولدوا يكون عندهم طفل يقول لك الام تجي تقول لك رجلي جنيور ولا طبيب، جنيور ولا طبيب، يعني انجينير ولا ميسا. نعم اليوم كي تولد المراه الحديثه تقول لك هذا وليدي يخرج لي تاجر قوي ويكون رجل اعمال ورجل صافي. طغات الماده. نعم طغات الجانب المادي، طغى الجانب المعنوي الروحي. الجانب الروحي اللي كنا رجعنا ليه لو كنا بنينا دوله ومجتمع صح رفيع المستوى. يقول لك يقول لي ان جوار باسكو لو جوار راه معنا بزاف دراهم ما يقولوش مليح وما نساوش بلي هذاك الجوار راه دخلوا في عبوديه جديده. ينباع ب 3 ملاير ب 4 ملاير نشري جوار. هذا راه دخل في العبوديه، ربي خلقه حر هو راه دخل في العبوديه، ولكن نديوه كنموذج ناجح وهو نموذج سيء. كيما اللي راح يحرق نعم كي شغل هذاك اللي راح يحرق على باله بلي في 100 يسلك واحد وكي يسلك على اسبوع يحكموه من السجون، ما يشوفش مثلا المياه هذوك، يشوف الواحد هذاك اللي نجح، التجربه فاشله، وبالتالي المجتمع في هذا الوقت اللي نعيشوه فيه التبعيه النسقيه انسيابيه انسياقيه وسلبيه، وخلاه هذا يتبع هذا، واحد ما فكر اليوم مثلا في السوق مثلا تدخلي وفي كل أصعدة أو في الميادين، تدخل السوق مثلا واحد دخل البطاطا يجي واحد يشري عليه يقول له 9000، الكل السوق كاع يتبعوا يولي كاع يبيع ب 9000، ولكن كان يجي واحد خاف ربي يقول لك انا ندي فيها 500 يبيعها مثلا ب 3500، يدي شراها ب 3000 يبيعها ب 3500، الكل يتبعوه ب 3500. يعني احنا مشكلتنا في علاجنا كما قلت الاخت كريمه وانت مشكوره، احنا المفروض اليوم نعالجوا انفسنا لانه فيها شخصيه انسيابيه انسياقيه تبعيه بدون تفكير للاخر، عندنا قابليه ذوبان للطرف الاخر، عندنا قابليه الانبطاح للطرف الاخر خاصه الغرب، بالتالي احنا عندنا شخصيه، ربي خلقنا بشخصيه، ولكن مع الاسف الشديد ما راناش نفكروا كما ينبغي. الحراقين الشباب اليوم لو كانوا يفكروا اكيد انه لو كان عندنا 1000 حراق لو كان واحد يتحدى اي واحد لو كان يجي يفكر فقط في نقطتين فقط او ثلاث، يفكر في يماه كيف راح يحرق هو يروح وكيف يحرق لها الكبده تاعها يوم بعد يوم حتى الممات هو يموت وهي تبقى عايشه بالكبده المحروقه، وثانيا يفكر في باباه اللي يحرق له قلبه يولي يفقد معنى الحياه ويستدعي الموت من اجل هذه الحادثه، ويفكر ايضا في ربي، لانه هذا الشاب ما راحش ينحي مشاكل على روحه، هذا راح ماشي للانتحار. لازم تفهم ايها الشاب، انت ما راكش راح تحرق باش تجيب الفائده ولا باش تخدم ولا تحسن وضعيتك، انت راح تنتحر، لازم تفهم انك راح تنتحر،
تنتحر، والانتحار حرام في الدين الإسلامي. إذا ولا كان تفكر باللي راك تنتحر، أنت مسلم ويغضب عليك الله إلى يوم القيامة، وأنت قادر في بلادك أن تخلق شروط النجاح، شروط الفشل تنحيها. كنا نعيشوا يعني نعيشوا مأساة في الوطن، ولكن عليها كاين ناجحين وكاين فاشلين. الناجحين لأنه يؤمنوا بالله ويؤمنوا بقدراتهم ويؤمنوا بمهاراتهم ويؤمنوا بشخصيتهم القوية. يقول لك هذاك المثل يقول كي تونت غيان ناغيان، بيان سور بيان سور افكتيفمون، لازم ولكن لازم يسيي يجرب يتحرك باش هذا هذا سيدنا داود عليه السلام بعثه ربي نبي، ورغم شي هذا قالوا ربي روح كسب قوتك بيديك. قالوا يا ربي انا ما عنديش، قالوا اني نجعل لك الحديد مولين، روح توكل على الله ولا يخدم هذيك السيوف يخدم كذا باش يعيش. هذا نبي سيدنا داود عليه السلام. صح. وحنا عندنا امراض نفسيه في المجتمع، لازم تكون عندنا شجاعه نهضروا عليها. كل الانبياء المهن تاعهم كانت حرف، حرف كلها حرف، وكانت ناجحه وكانت ناجحه. نعم. أعظم نبي عليه الصلاة والسلام، أعظم نبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان راعي غنم، ولكن غير العالم. كان راعي غنم وغير العالم، غيرها باش بالتربية الأخلاقية، بالتوكل على الله، بإيمان بقدراته بمهاراته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضربه بالحجر، كانوا يشتموه وهرموه، كان يصلي هو يوم من الايام، كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا الجهل هذوك رموا عليها يعني واش ينحيوا دواره من الخرفان ومن الجمال، هو غير كرموا عليه كله يعني البقايا هذيك تاع الدواره وتاع واش كان احشاء تاع الاخر تاع الحيوانات فوق ظهره، وواحد ما تجرأ ينحيهم. جات فاطمه تبكي، نحاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما خزر فيهم قال لهم ربي يغفر لكم. ورغم الشيء هذا ما هاجرش الهجرة، اللي تهاجر اليمن الهجرة، إما تهاجر لرب العالمين، إما تهاجر تقرأ، إما تهاجر تتعلم، إما تهاجر تكون، أما تهاجر الأوضاع تاعك. نعم. ماشي تهاجر باش تموت ولا تهاجر باش هما أولا هو الهجرة الغير شرعية، هو الطمع، مرض الطمع الجشع. لهذا رب العالمين خلق القناعة. دائما مرغوب، الممنوع دائما مرغوب. راني متأكدة هادو الشبان كان يحطوا لهم قوارب، يصطفوا لهم قوارب على الشريط الساحلي تاع الجزائر من الشرق الى الغرب، يحطوا لهم قوارب ويخرج مرسوم رئاسي باللي يا شعب يا شباب الجزائر رانا سمحنا لكم باش تهجروا، اركبوا القارب وروحوا. والله ما يروحوا يا استاذ، ما يروحوش. بصح الممنوع مرغوب، هكذا هما هذه المغامره يشوفوا فيها متعه، يشوفوا فيها حل. حل مانيش عارفه، لانهم ماهمش اسوياء، لانه الشخص السوي يا استاذ كيفاش انك تركب الخاطر، هذا اسمه ركوب الخاطر هذا، ورايح المصير مجهول. هو لازم تفهمه خليندا، يقدر يوزن يا استاذ، يقدر يوزن الخير والشر، يوزن المنفعه والمضره، يكون سوي. شوف يا اما هذوما تحت سيطره تاع مخدر، ولا تاع حاجه هلوسه اللي تفقد لهم العقل تاعهم، لانه استاذ ياك الخوف طبيعه في البشر. نعم. انت كي توقف الخوف ياك طبيعه متجدره فينا احنا في الطبيعه تاعنا. الانسان كي يركب هكذا في الظلام وينطي هذا القارب ويشوف هذيك الرهبه تاع البحر في الليل، ماشي حاجه سهله يا استاذ. أكيد. ويشوف هذيك الدنيا كامل ظلمه ورايح برجليه، انا متاكده مليون في المئه انه ماهوش في وعيه. هذا واش قلت هو مدام ليندا، هذا هو واش قلت له. انا قلتها له مقبل، قلت له من المستحيل انهم يكونوا ناس سويين، اكيد يكونوا منش عارف خداو مخدر ولا اي حاجه. شكرا لتدخلك، يعطيك الصحه مدام ليندا، قاعدي في المتابعه معنا، شكرا لك على التدخل. يعطيك الصحة، نهاركم طيب الأخت سيدة. شكرا. وبارك الله في الأستاذ قرية. بارك الله فيك كذلك. بالتوفيق أستاذ. رانا اتفقنا على في نقطة واحدة، أنه هاد الناس ماشي سويين، هاد الناس يتناولوا مخدرات كيما قالت لك البحر. ديجا في النهار كي تشوف في النهار تشوف هذاك البحر ديجا تخاف. صح أخت ليندا، ماشي غلطة في هذه الأمور. وتدي فلوكة صغيرة وتقعد واقيلا 50 ولا 52 ساعة في البحر ويخلص لك المازوت، تتقلب بيك الاخر، تجي الموجه كبيره من ماشي 99% الخطر، تقريبا 100% الخطر هكذاك ويروحوا. وحنا بشر بطبيعتك كي تزيد الخوف معاك. شوفي نعطيك ظاهره الحراقه بصفتي اللي تبعتها. والمشكله استاذ باش نعاودوا، اسمح لي باش نعاودوا نقولوا النقطه تاع مقبله العائلات. شفنا هذوك يديروا دي فيديو وينشروهم وفرحانين
عائلة بأكملها، الأب والأم وبيبي معاهم، ويروحوا وفرحانين ويصوروا في روحهم. بصح كيفاش أنا حابة نفهم أستاذ نقطة، حبيت نسألك سؤال، كيفاش هاد الناس ما يخافوش؟ لا هو لازم تفهموا أن الظاهرة الحراقة عندها ثلاث أسباب. الأولى طمع، مرض نفسي. ومرض نفسي يجمع بين شخصية سلبية انسياقية والطمع والجشع والرغبة في الجانب المادي أكثر من الجانب الروحي المعنوي. هذا متفقين معه. ثاني العامل الثاني هو العامل تاع المخدرات. المخدرات على بالك تسلب لك عقلك، تولي ما تفكرش، يعطيك حويجه برك حبك شيء تولي ترمي. تتفق معايا بلي هاد الناس؟ نتفق معاك نتفق معاك صح استاذ. سؤال جاوبني على السؤال، كيفاش هاد الناس ما يخافوش؟ ما يخافوش اللي يكون تحت رحمه المخدر، ما يفكرش اللي يكون تحت رحمه تاع المرض النفسي الشخصيه انسياقيه انسيابيه وتبعيه، ما يفكرش. هذا ما عندوش شخصيه، ما عندوش، ما يحركش عقله، راه يحرك برك الجانب الرغبه تاع النزوه اللي فيه والرغبه اللي فيه يحققها فقط، يجمد عقله وما يفكرش. وكاين النقطه الثالثه بعد المرض النفسي وبعض بعد المخدرات، نلاحظوا مثلا في الاسبوع اللي فات في تونس حكموا المخدر هذاك تاع الزومبي، وين يضربوه الناس ياكلوا منه ويروح، اما يؤدي الى سكته قلبيه او جلطه دماغيه، واما يقدر ينحي كاع ثيابه وحاشاكم يعني في المجتمع، ويبدا يتلاعب بالجسم الرياضي ما يقدرش يتلاعب به، لانه علاه المخدر الزومبي ينمي الجانب الغرائز الانساني، يرجعوا كحيوان، وبالتالي يقتل روحه ولا يتعامل. يعني حتى الشرطه لقات متاعب كبيره باش تشدوا، يعني باش تشد انسان واحد يولي كي شغل الريسول، يعني كي شغل المرونه فيه. عجب هذا المخدر الزومبي اللي دخل تونس، كان في امريكا في دول اوروبيه، اليوم الاسبوع اللي فات وصل تونس. وهذا المخدر ما يرحمش، يولي الانسان يدير بكل حاجه، يدي مرته يدي وليده يدي عائلته ويروح، لانه علاش تحت رحمه المخدرات. معليش، هو الاب شرب المخدرات والام كذلك شربت مخدرات. نعم، احيانا تلقي الاسره، وعلاه قلت لك عندنا مشكل في التربيه الاسريه، حنا مشكلنا مشكل الذنوب الاجتماعيه اللي نعيشوها اليوم، والامور اللي نعيش فيها والعيوب والظواهر السيئه كلها راجعه للاسره. الاسره ولات ما تربيش كما كانت، الاسره ولات طغى عليها الجانب المادي، نسيت الجانب الرباني الروحي، ونسيت الجانب المعنوي الانساني، ولا تفكر غير على الجانب المادي، والمادة عمرها ولا كانت في خدا يعني ترقي الإنسان، بالعكس أحيانا تديها حتى للهلاك. وهذه الأسرة المشكلة تاعها أنه هملت التربية، وجات اللي عندنا ذنوب اجتماعية، وعاشت يعني البشرية من قبل هذه الذنوب الاجتماعية اللي نعيشوها. حتى ربي باش كي شاف الذنوب الاجتماعية قوات بعث لهم نبي مخصص وهو سيدنا شعيب. يعني موجودة هذه الظاهرة. وقلت بعد العام الأول والثاني المخدرات ومرض النفسي، في عامل ثالث هذا ما لازمش نهملوه، الجزائر هي مستهدفه، وكانت دراسات في ربع سنين المستقبل، ايادي خارجيه. نعم، هي اللي راهي تشجع، ايادي خفيه خارجيه في ربع سنين القادمه راح يخربون البلاد، او اللي خربوها هي الجزائر، لانه يطمعوا في الذهب الاسود يعني البترول، يطمعوا في الموقع الجغرافي، في الشباب، وبالتالي هم مستهدفين. كل صاحب نعمه، كل ذو نعمة محسود، وكل صح. صاحب الدول اللي عندها النعمة لازم يكسروها، وباش يكسروها كما العراق وسوريا وليبيا ما كان حتى شيء. يقول لك النووي في العراق ما كانش، ولكن هم يحوسوا على الذهب والذهب الأسود والخيرات على البلاد هذه كما تقول أنت على السبة. وهذا هؤلاء هم من صناع المخابرات العالمية، كيف يديوا خيرات على البلدان، كيف يمتص. وهذا جاي ماشي من اليوم، من سقوط الحضارة الإسلامية من 1492، وهم يخطوا باش يضربوا الهوية، يضربوا العربية، ويضربوا الدين الإسلامي، ويسلبوا كل خيرات عند الدول العربية الإسلامية ويديوها الأوروبيين، هذا معروفة. وبالتالي واش يديروا؟ ما يجيكش بالجيوش، ما يجيكش بالطائرات أو بالشارات، يعني يقولوا استعمار مودرن هدايا، ولا يطبع الفكر تاعك. نعم، ولا على الشباب، ولا على ما يجيكش كما قلت بليشار ولا بالطائرات، ولا يجيك بطرق يعني ملتوية. هو اليوم
باش مثلا يحب واحد يضربك ما يضربكش بيديه، يضربك بيد وليدك، يضربك بيد بنتك، يضربك بيد اخوك، بيد اختك. والان قلت لك المخابرات العالميه غرست عملاء هنا في المجتمع الجزائري وين صبحوا هاد العملاء هما اللي يعطيوا، احيانا هما اللي يعطيوا المخدرات، هما اللي يسهلوا للجناد، هما اللي يشجعوهم. وهذه التجربه ظهرت في غردايه، غردايا لما كان غردايا هذه، نعم غردايا ورقلة نهار اللي يحبوا يحرقوها اكتشفوا انه في عناصر كان يخلصوا بعض الشباب 5 ملايين في النهار، روح حرق، روح كسر، روح دقدق، روح دير كذا دير كذا الشباب، نعم في وينوض الشباب ماشي من صالح العام، في اتجاه سلبي باش يكسر بيته. يا شباب نوض خرب بيتك. هذا انا نظن انه الشباب اللي يكون ماشي مادي قال والله لو كان تعطيني 50 مليون نعبو دراهمك، قال انا بخمس ملايين تاعك ما كسرش بلادي. يعني لما تكون يفكر مليح يكون متوازن، حتى في الملاعب يوزعوا لهم الكاشيات، يوزعوا لهم كاين عملاء يحبوا يتلذوا اخت زايده، يتلذوا كي يشوفوا نعيشوا في مشاكل ونعيشوا في الدموي في عصر شنو دائما تابعين ليه. واش انت في العشريه السوداء خلونا شوفي في العشريه السوداء ما كانتش حراقة، على ما كانتش حراقة ما كانش هذاك هو الوقت، هذاك الوقت اللي نهربوا كاع، لا ربما كانت ما كناش نسمعوا بها. نعم كنا نخافوا وكذا، كان عندنا على الاقل قال عندنا علاش نهربوا، خفنا من الموت، خفنا من البروفيسور، ولا هذاك الوقت كانت كاينه الحراقه ما كناش نسمعوا. لا ما كاش ما كاش نتحدى اي واحد يقول كان حراقه، كان هجره شرعيه، هاو سافر راح لكندا راح كذا، سواء صحفي سواء استاذ سواء طبيب سواء كذا، الناس اللي كان عندهم هجره شرعيه، ملي ما كانش عندهم امكانيات ربما كانوا يروحوا ما كناش نسمعوا. لا كانت هجره عاديه، وكانت هجره الادمغه، وكانت هجرة عادية بالنسبة للناس، يروح ليبيا، يروح المغرب، يروح تونس، يروح كذا، ولكن ما يروحش غير شرعية. الآن اليوم أنا نخاطب السلطة نقول لهم لازم تنقيونا المجتمع من العملاء، موجودين العملاء بالتأكيد ومؤكدة، العملاء هذو راهم يموهوا في الشباب، راهم يدوخوهم، راهم يدوهم الوجهة ماشي مليحة. وإلا كيف الشاب، تصوري أخت ليندا، كيف الشاب اللي رضع من يماه مدة سنتين وعايش معها يعني الكتلة العاطفية والعاطفة الوجدانية، وتلقاه يخلي يماه ويروح يسافر، مستحيل مستحيل. نتحدى أي شاب، وهذه الدراسات اللي درتها على بعض الحراقين، لقيت أنه يروحوا بدون وعي، كان مشكلة نفسية فيهم. أستاذ ربما كان يقول لك كاين امهات هما اللي يشجعوا ولادهم باش يروحوا يحرقوا. ابدا ما كاش ام لي ما كاش ام لي تشوف تحب تشوف وليدها راح يموت، لانه الام تعرف الهجره غير شرعيه وشنو هي، انتحار مو برمج، يروح ينتحر ويزيد خمس دراهم. ربما هو يهدر معاها ويعطيها اكاذيب، يعني مصور اكاذيب، ويقولها شوفي صاحبي هاو راح، وشوفي كيفاش هاو عايش، وهاو بيك تصاور بعتهم لي، هاو بعت لي راهو عايش بيان كامل، يكذب عليها ويقدر ياكلها مخها كما نقولوا، ياكلها مخها ويخليها تصدق، ويخليها هي كذلك تامن باللي اللي راهم تما راهم عايشين مليح وراهو بيان، ويقدر يروح يقولها نولي نبعث لك دراهم نجيك، نبعث لك تجي معايا، نبعثك للحج، نبعثك للعمره، نبعث لك كذا، يطمحها استاجي يطمحها ويخليها تامن. وش راهو يقول هذه كاينه في حاله وحده، في حاله ما كاش الاعلام. اليوم الاعلام الحمد لله دور الاعلام نفتخر به في الجزائر، النهار هي ولات تضاهي قناه الجزيره، اليوم راه ظاهره الحراقه يعني تغطيها في حينها في وقتها وتجيب الاسباب، يعني المعلومه هي توصل لابسط الجزائر. انا مشيت الجزائر العميقه وين ندخل المقاهي نلقى حتى الاعلام، نلقى قناه النهار موجوده وتعطي في الاخبار، وفي يعني حتى الام اللي تكون في الريف وتسمع باللي الحراقه هذه وتسمع ظاهره الحراقه هذه هي الذهاب بدون عوده، هو الانتحار مبرمج، وزيد يخلص على الانتحار تاعو. يعني ولا كان مثلا باش ينتحر يروح يخلص 15 ولا 20 مليون باش يروح، يقول لها مش عارفة، يقدر يطمحها بزاف، يطمحها يقول له عندي بزاف دراهم ونولي نبعث لك، يخليها حتى هي تدخل في ذاك القالب تاع الطمع. ما كاش مستحيل لك الأم، ما كاش أذكى امرأة مثل الأم، الأم اللي تصنع رجال الغد، وظهرت يعني الأم الجزائرية ولدت شهداء وحروا البلاد الجزائرية، بيجيش مثلا شاب يكلخها كما نقولوا بالعامية، لأنه الأم عندها الحاسة السادسة، تعرف وليدها ولكن يكذب، تقرأ في عينيه،
تقراه في جسده وفي تحركاته وفي فكره، لانه هي عجنته، هي اللي ربته، هي اللي تعرف. ما كاش ام اللي ترضى الهجره لوليدها. تعرفي لما يجي مثلا يروح مثلا هجره شرعيه فقط، ما نقولوش حاجه اخرى، نقولوا هجره شرعيه، وهي على بالها رايح للغربه، وهكذاك تألم وتحوس كيف تخليه ما يروحش. وما بالك لو كان مثلا هجره شرعيه غير شرعيه، وعلى بالها عندها حاسه الام، عندها حاسه هي المراه. المراه وشن هي؟ هي كتله عاطفيه تقرا زوجها، وعندها قدره كبيره تفهم وليدها من رجليه لشعره راسه، يعني ما يقدرش يتجوزها لها. الام يعني كي شغل سكانير تسكانيه، ومستحيل انه تعطيه مباركتها تقول له روح حرق، لانه راه يشوف مجرد الام. الام كي تشوف مثلا 100 حاله نجحوا وواحد ما نجحش، وهكذاك تخاف. استاذ عندي واحد المثل قلت لك هذا، باسكو عندنا واحد المثل، كانت وحده نعرفوها الوالده، يعني باش تعمل غوبورتاج، باش تعمل غوبورتاج على الحرقه، الام تاعها هي اللي شرات لها كلش الدوزان، وقالت لها روحي حرقي مع لي جون. راحت حرقت مع لي جون في الفلوكه، وصلت لاسبانيا وعاودت ولات ظهرت لها لحقت. هذه ربما عينه قليله. الوالده تاعها هي اللي شرات لها الدوزان، وكش يقولوا هذاك لي بوت والجيلي، وشرات لها لا كاميرا، وشرات لها، قالت لها معليش باش ديري الغوبورتاج تاعك روحي احرقي. راحت مع لي جون، ركبت من عنابه، وصلوا لاسبانيا وعاودت ولات. هي هذه عينه يعني ضعيفه بزاف، يعني والشاب لا لا، الامهات كي نقولوا ما نقولوش 100%، فيه 90% 99%. يعني الشاب لا يقاس عليه. حتى احنا في البحث العلمي فيه الشاد، الشاد لا يقاس عليه. لا يقاس عليه. ربما تلقي 10 امهات بهذه الطريقه، 10 امهات ربما تقفوا وحبوا يجيبوا مثلا جديد، يفهموا واش هي الحركه، ومش يعني كمهمه مسطره. واحيانا يعني الشاد لا يقاس عليه. ربما نلقاو امهات تقول لك يا وليدي روح حرك، لان مدبيه طاحت حرك وتنجح وكذا. لانه علاه هذه الام فكرت برك بالنص التفكير في النجاح فقط، ولكن اي تجربه تخضع للنجاح والفشل. ربما هذه اللي بعد توليدها راح حرق اليوم، وهي كانت تتصور تصور ذهني قبلي انه راح ينجح ويوصل لضفه اخرى، وراح يولي يعني مرفه ولبس به جنب المادي وكذا، واذا به يطيح في عمق البحر وراح مفقودين. ما تعيش الام هذه في السلام، راح تعيش يعني من فقدان وليدها. نعم، هي اللي شجعته، هي الاساس تاع الانتحار يعني. صح. وتتحاسب مرتين، تتحاسب كأم، كعاطفة الأم تحرق كبدها وقلبها، وتحاسب مرة تانية لأنه هي اللي كانت أساس مباشر وشجعته ورمته للهلاك. دونك الأم أحيانا يعني العين قليلة ما نقدروش نقيسوا عليها. أستاذ شفت البارح لقطات داروا تاع النساء الأمهات والعائلات اللي استقبلوا الجثامين تاع ولادهم في وش رأيك في هذاك المنظر، هذاك تاع الام كيفاش يعني عينيها تغلقوا خلاص، ما قدرتش تزيد الوقفه، ما قدرتش تزيد توقف. جابوا لها وليدها هكذاك في صندوق كان عندها راجل لاباس عليه. وش رايك في هذاك؟ كيفاش انت اوتونك بروفيسور في علم النفس والتنميه البشريه، كيفاش كاين اشخاص كيشوفوا هذاك المنظر ما يتاثروش؟ ما كاينش ما يتاثرش. كل مواطني مخلص البلاد ومؤمن بالجزائر، مؤمن ما يخاف من الله، هذا يتاثر. لانه هذاك الشاب راه ولدنا. مسؤولين ما داروا والو استاذ؟ ما نقولوش مسؤولين، لانه مسؤولين ماشي كلهم ماشي ملاح. ما قلناش ماشي ملاح، لا، كان مسؤولين حاولوا يعالجوا هذه الظاهره. بصح يقدروا يديروا حاجه، يقدروا مانيش عارفه، يقدروا يديروا حاجه باش يمنعوا. يا سيدي ماشي يمنعوا، يقللوا من هذه الهجره غير الشرعيه. والمسؤولين انا نظلمهم في حاجه، سواء كان وزير ولا والي ولا وزير الاول، نظلمهم يعني نخليهم يعني في خانه الظلم، لانهم ما شجعوش باش نديروا ندوات اعلاميه تحسيسيه توعويه نفهموا هذا الشباب. وما طلقوش استعلامات. زمان كان قسم الاداب في الشرطه، واش يدير قسم الاداب؟ يتبع في الداخل المجتمع، يشوفوا لو كان عميل عفوا راح يوصل له، ولا كان فيه مخدرات راح يوصلها، ولا كان هذا مثلا مهلوس ومريض راح يوجهه للعلاج. يعني انا من الناس اللي يطلبوا الشرطه، مديريه الشرطه، باش يرجعوا لنا قسم الاداب اللي يخدم المجتمع ويخدم الشباب. والمسؤولين ايضا هما ظالمين، لانه ما نشروش التوعيه والتحسيس ونفهموا اولادنا.
نفهموا هذا الشباب علاش تحرك. قال ما عنديش منصب عامل. قال 10 سنين ما لقيتش منصب عامل. قال له روح نخلق لك منصب عامل. يعني الشاب يكون يعني يعيش مع المسؤول، يعني تناغم تناغم وجداني بين المسؤول والشاب. ربما احنا في الجزائر طغات على هذاك المسؤول، هما اللي عندهم كل حاجه، المسؤولين هما اللي داو كلش، هما اللي نقدروا نقولوها الدراهم عندهم، ولادهم يقراو برا عايشين لاباس عليهم، عنده ان غريب يروح يداوي برا عايشين بيا، طوموبيلات شابين لي فواياج الدنيا كامل، والشعب هو اللي محقور، هو اللي ما عنده والو. الجزائري هذاك البسيط تصيبو دار ما عندوش، خدمه ما عندوش، طغى علينا هذا الفكر هذا على هذاك، يقول لك نروح نحقر وما نعيش هنايا. هو لازم تفهموا، ولكن 100% من المسؤولين كي 50% صالحين و 50% فاسدين. لو جيت رئيس الجمهورية عندكم نرفع لهم في ساحة شهداء، يعني 50% للسيئين، ولكن في 50% صالحين، ولكن احنا كشباب ايضا صح الفاسد طغى على الصالح. هذو الصالحين ما راهمش يبانوا تلمو كاين بزاف الفاسدين. نقولوها استاذ من صح ما خافوش فيه فاسدين، اللي كاين بزاف فاسدين حتى وصلنا هذوك الناس الملاح ما عادوش يبانوا. نعم كاين فيه فاسدين، وكاين حتى بعض المسؤولين لما يتكلم في التلفزيون ولا بصفته يعني رسميه نحشم كي يكون يهضر، كي ينطق نكرهه، لانه على الكلام تاعو ما راش كلام صحيح لي يخدم الوطن ويخدم المواطن. وبالتالي هادو يعني زادوا من تفاقم هاد الهجرة. لما يشوف مثلا شاب كان شاب لي يروحوا هكذاك يعني اكسيدون، يشوف المسؤول ما عادش يهدر ويزيد ينتقم من الشعب، يقولوا كذا الشعب مسكين عايش في معاناة نفسية واجتماعية واقتصادية، ويجي يزيد يدير له لي زامبو ويزيد يدير له كذا، هذا اكيد راح ينفجر. ولكن هذه العينة قليلة برك ماهيش بزاف، وهذو الشباب قادرين يعني يعاودوا يتكيفوا مع الوضع، وقادرين يعني بالتحقيق الذاتي يعاودوا يحقوا ذاتهم في المجتمع. احنا المشكلة تاعنا مشكلة تاع المسؤولين الفاسدين، خلاص ما بقاش الثقة بين المسؤول ولا الشعب، خلاص غير موجودة الثقة بين الوطن بين المسؤول والمواطن والمواطن ما كاش مفقودة 0%، ما كاش تكاد تنعدم. كان احيانا لما نسمعوا مثلا مسؤول نقتنعوا به، واحد ما عاد يسمعه، واحد ما يدير على الكلام تاعو، يطفي يعاودي زابي يروح مثلا للرياضه ولا يروح لجهه اخرى. ولكن ما يمنعش هذا فيه من الناس خيرين في السلطه، ناس مسؤولين قلال هذو المسؤولين. ولو كان ماشي هكذاك الجزائر كنا انهارت، لو كان ما كانش اكثر من 50%، لو كان من 50 استاذ ما نكذبوش على روحنا، نقولوا على الاقل كاين 10-15% لي شويه راهم ربما تحليلك يعني صحيح، ولكن نقول الفاسدين رانا عايشين في المجتمع تاع الجزائر ورانا عارفين شنو صاير. نشوفوا على الظواهر الاجتماعيه، على الظواهر الاجتماعيه زادت في العشر سنين الاخرى هذه، الحراقه، ظاهره المخدرات، القتل، الجريمه، انتهاكات الحقوق المستقله. استاذ في الجزائر المستقله نصيبوا ناس حاشا سامعين مازالوا ياكلوا من الزبل، عيب عيب كبير. وهذاك المسؤول لانه علاه ولينا عطينا يعني عطينا ولينا من الناس اللي ما يعرفوش مشاكلنا. المفروض ان المسؤول في السمات القياديه يعني القياده، انه الواحد باش يكون مسؤول لازم يعرف المشاكل الاجتماعيه، يعرف مشاكل المجتمع، يعرف مشاكل المواطن، يعرف كذا، يحاول كيف يعالجهم. عارفين واش هي عارفين ويتلذوا، لانهم كي يكونوا في الفوط ولا تصيبوا يحبط للشارع، تصيبوا يروح المارشي، يصيبوا يقعد معاهم في القهاوي، يصيبوا بصح اون فوا يفوطوا عليه خلاص يختفي. ما يبانش هذوك ماشي مسؤولين نظاف، هذوك مسؤولين خداعين نفوسهم، خداعين الله، وخداعين المواطن. لما يحتاج يحوس على المواطن راح يفوت عليه، راح يجري معايا، ولما يوصل يولي يدور عليه. نستقبل مكالمه. الو صباح الخير، شكون معنا؟ الو حميتش، ربما ماهوش يسمع فيا، انقطع الاتصال، معليش تفضل استاذ. قلت انه بعض المسؤولين هم اللي وصلوا الشباب لهذا يعني للتفكير في هذه الظاهره في الهربه. لا أنا عندهم ما عندهم مسؤوليه، مسؤوليه مباشره. لما مثلا منصب العمل احيانا في وظيفة العمومي تلقي مثلا 2000 منصب عامل وما يعطاهمش الشباب، يخلوهم غير في المنصب العمومي غير الفلان وفلتان. علاه يعني يتعامل المواطن الجزائري بمكيالين تاع معرفه تعطيله وتزيد له وكذا،
وتاع هذاك الولي تزولي اللي يقرا ودفع نصف عمره في العلم ولا يحب يخدم ما تعطيلوش، هذا الظلم اجتماعي. تصيب دي ليسونسي، تصيب دي دكتور، تصيب دي ميدسان، تصيب دي فيه ظلم اجتماعي. دي زانجينيور تصيبهم وقاعدين سوا راهو يبيع في هذا كي مليح راهو يبيع في القهوه ولا يخدم اجونت سيكيورتي ولا سي با جوست، الوغ كو هما تصيبهم يعني عايشين رفاهيه. ما صح عايشين رفاهية صح. وأنا نعرف بعض من المسؤولين حتى المواد الغذائية تاعو يجيبها من باريس بالطيارة. نعم يحكي لي واحد البروفيسور في فرنسا يخدم في مستشفى في فرنسا يقول لي جاني وزير ما عندكم على يعني على جرح صغير في رجله، وهذا الوزير راه يسمع ويعرف نفسه. قال لي يجي قلت له علاه يعني تخسر دراهم؟ قال له علاش تخسر دراهم؟ شحال من الالاف من الاورو باش تعالج هنا ورونديفو وكذا، لو كان هذا خد صغير يعني كل واحد في الدار تروح. لا لا قال له تروح لاكلينيك ولا ديسبونسر عندكم تداوي روحك. واش قال له الوزير؟ هذا وزير انا نقولهم لبعض الفاشلين مثل هذا النوع من الفاشلين القياديين، قالوا ما نامنش انا بالصحه في بلادي. انت وزير ما تامنش بالصحه في بلادك، ومواطن واش يقول؟ وزير الصحه اللي ولد مرتو راحت ولدت في مستشفى في فرنسا، كارثه. هذه ماشي غير وزير الصحة، هذا بان، هذا ظهر. كان بعض الشخصيات يدعيون الإسلام وبلحي وكانوا يحكموا في الآخر، كي تجي تولد مرته يديها الباريس باش يجيب الجنسية، وتولد مرته وليده يديها الباريس باش يجيب الجنسية، فيه على بالك فيه واحد الانبطاح، واحد المستوى الواطي وجوابان الطرف الآخر عجيب. واش هو الحل تاع انت في رايك وطونك بروفيسور وفي علم النفس والتنميه البشريه، واش هو الحل يعني باش نقصوا؟ باسكو باش تقول تحبسها كومبليتمون ما نقدرش نحبسوها، هذه غير بالعقل، مي باش نقصوا من هذه الهجره غير الشرعيه. والحل الوحيد في الهجره غير الشرعيه لازم نفهموا ولادنا، لازم المحاضرات، لازم ندوات، لازم نوصلوا يعني الشباب من خلال التنميه البشريه. اليوم قال لي يا ولدي واش راك دير؟ تحرق انت نفهموه، هو مازال ما فهمش العمليه واش الحرقه، هل هو راح ينجح ولا راح ينتحر؟ لحد الان مازال ما دخلتش في مخه، لازم فهموه بالتوعيه بالتحسيس. 30 سنه 30 سنه مازال ما كان حتى 60 سنه، لانه فيه مراهقات اللي توصل حتى 62 سنه. كان المراهقه الفطره الحرجه على بالك المراهقه اللي تبدا من 9 سنين حتى احيانا 21 سنه، هنا الانسان يجمد عقله فطره حرجه. والمراهقه هذا يحوس غير على الرغبات الجنسيه ورغبات نزوات النجاح والمال والجانب المادي والانبهاريه في المعيشه وفي يحوس يتلذذ في الحياه، بالتالي هذا لازم تمشي معه من خلال تحسيس التوعيه. نعم بالعقل. نعم احنا في المجتمع الجزائري مع الاسف الشديد طار الجانب المادي، كان رجال الاعمال والرجال اللي يهضروا على المال على 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 المال والماديات وينساو الجانب المعنوي اللي المفروض هو اللي يخدم صح. المجتمع ويخدم صح. الشباب صح. الشباب مقهور مرتين، مقهور من الجانب الاقتصادي ما لقاش منصب عامل. انا نتحدى اي واحد، كاين عيوب في السلطه تاعنا، كاين هاد الفاشلين في السلطه اللي نقول لهم ما تقدروش روحوا استقيلوا وروحوا خليوا لي جون هادو يعيشوا على رواحتهم. قال لي يا سيدي والفوا لانه علاه طنوبيل ليه طنوبيل مرته والمزايا وعنده خرجات الخارج عنده الدوفيز عنده المال. على بالك احيانا شاف دايره فقط يكلف الدوله اكثر من 70 مليون غير الماكله تاعو والسياقه تاعو كذا، 70 مليون كل شاف دايره، ولا عندك 100 شاف دايره عندك 7 مليار تفتح مصنع تمتص كاع هذا الشباب اللي هم راحوا للخارج. بالتالي العلاج من قادرين نعالجوا، قادرين ايها المسؤولين نعالجوا، قادرين نحافظوا على، لازم تكونوا انتم في العمليه. المسؤول اليوم راك تحاسب امام الله، تحاسب امام الوطن وتحاسب امام المواطنين. ما يعني ما تفكرش انه ما كاش اراده، ما فيش اراده وفيه غباء سياسي. احنا راهم نعيشوا كاين اللي راهي مساعدتهم هذه الوضعيه. لا احنا شوفي مثلا والموت وكاين اللي فاتت المره اللي فاتت بديت نحسب القياديين في بلادنا، نلقى معظمهم الجهله الاميين ما عاجز يمشي روحه، عاجز يسير نفسه، يروح يسير لك مواطنين سواء رئيس صح. بلديه سواء رئيس دائره سواء والي سواء وزير، هو عاجز هو لازم يمشيوه، ما عندوش افكار. المسؤول الحقيقي هو اللي عنده افكار وابداع ويخلق هو افكار هو ويسبق علاج. مثلا شوف ظاهره الحراقه، شوفي كاش وزير حبط، كاش واحد مثلا كي يحكموا الحراقه يروحوا يدوهم للسجن، هما محتاجين الى مركز تاهيل واعدادهم نفسيا صح.
ثم تأهيلهم ويدمجهم في المجتمع. محتاجين أن واحد يسمعهم، واحد يهدر معاهم، واحد هم كي يحكموا الحراك يجوا كونكوارنا هنا موجودين تروح تعاقبوا. يا أنت فشل، أنت مسؤول فشل، هذا الحراك ما يتعاقبش، هذا يتعالج. إنه لو كنت فاشل صحيح مسؤول صحيح روح خلق المراكز إعادة تأهيل وإعادة إدماج وإعادة برمجة هذا الشاب حتى ما يفكرش في الحرقة، يولي يفكر في بلاده يبني بلاده. هذا هو الهدف تاعنا، هذا هو الهدف السامي. احنا المشكلة اللي زادت فاقت يعني تفاقمت هذه الظاهرة هو المسؤول الفاشل اللي عندنا في البلاد. ما نقولش كل مسؤولين حاشا، ولكن أغلبيتهم جهلة أميون وما يفكروش في مجتمعاتهم، وانتهازيين وانانيين براغماتيين مكيافيليين وراي ما يساعدهم، يحموا غير يحموا انفسهم وراي ما يساعدهم هذه بينسير. يعطيك صحه استاذ، شكرا وتحيه كبيره كبيره على الانفعال تاعك هدايا، وحبك للشباب الجزائري وحبك للوطن وحبك لخدمه الشعب الجزائري. يعطيك صحه استاذ، واكيد اكيد ان شاء الله باذن الله راح تجمعنا لقاءات كثيره هنايا في راديو شمس في المستقبل. في كل مره نتحدث على لادروغ، نتحدث على العنف في الملاعب، نتحدث على السلوك الجزائري في كيفاش يركب في البيوس يقطع الكرسي، كيفاش حوايج كيما هذوما. ثقافة البيلك يعني. ثقافة البيلك، إن شاء الله نتلاقاو في المستقبل أستاذ. إن شاء الله. راك تشرفنا في كل مرة كي تزورنا، ويعطيك الصحة وشكرا. وكلمة إلى حبيت تزيد كلمة. ربي يحفظكم، ونشكركم أنتم، ونشكر القناة، ونشكر الإعلام، لأنه هذا الإعلام الهدف اللي يخدم الإنسان. الإعلام الهدف اللي يخلص مرتين، عندك راتب دنيوي وعندك راتب أخروي. لما نتكلم على الظواهر اللي تقيس المواطن الجزائري، هذه خدمة جليلة للرب، وبالتالي هذه الخدمة كل من وصلوها، كل من نغرسوا أفكار جيدة في المجتمع، وهذا هدفي أنا أيضا في المجتمع. أنا ما نحوس على المنصب ولا نحوس على المال ولا نحوس، أنا وليد زوالي نعرف الزوالي كيف عاش، نعرف المواطن البسيط كيف عاش، ونحوس كيف أنيره بأفكار حتى يفهم نفسه بنفسه. المواطن الجزائري قوي، ولكن لازم يفهم روحه، ويخص يفهم روحه ويفهم قدراته ومهاراته، ويفهم شخصيته. نعم، الجزائري ما يحملش الحقرة. تحية خاصة لكم كامل اللي تبعتونا، وأكيد أنكم استفدتوا. إن شاء الله يا ربي ما نزيدوش نشوفوا هذوك الدموع تاع هذوك الأمهات، إن شاء الله يا ربي ما نزيدوش نشوفوا الجزائريين يبكوا ولا يموتوا في البحر ولا يرميوا روحهم. تفضل أستاذ. وأنا نخاطب الشباب الجزائري نقول يا أيها الشباب اللي راكم تحرقوا، ما تحرقوش كبد أمهاتكم، ما تحرقوش قلوب أبائكم، ما تكسروش عائلتكم، ما تخربوش بيوتكم بأيديكم. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تهلاو في روحكم، تهلاو في والديكم، وتهلاو في بلادكم. بقوا على خير، نتلاقوا في ساعة الخير.